أولادهم بالمدرسة ما بيحكوا فرصة. من أجل الضحك والسعادة يقوم فنانون شباب من الأردن بتقديم عروض كوميدية ساخرة على المسرح في عمان، إلا أن الأمر بات مختلفا إذ يسعى هؤلاء الفنانون للاستعانة بقوالب كوميدية غير تقليدية نسبيا في المسرح الأردني بمشاركة مواهب شابة ممن حضروا ورشة عمل نادي عمان للكوميديا والذي تم تأسيسه في سبتمبر الماضي. آخر مرة سمعنا فيها عن كوميديا من طراز ستاند اب كوميدي في الأردن كانت منذ نحو 3 أو 4 أو 5 سنوات، الآن عندما بدأنا إعادة هذه الثقافة جذبت شباب. يمكنك أن ترى من بين الجمهور شبابا وكبار سن، الناس في الأردن يريدون الضحك. يسعى هذا الجيل من الفنانين الشباب لإعادة رسم الساحة الكوميدية في البلاد، فقدموا مع نادي عمان للكوميديا 6 عروض مسرحية لما تسمى ستاند اب كوميدي، كما تسعى الموهوبات منهم لخلق مساحة أكبر أمام النساء للدخول إلى عالم الكوميديا. يعني هو احنا كثير قلال بهذا الفيلد بالمجال هذا، كثير قليلين، فحسيته يعني ما عم يعني احنا عم نبلش الستاند اب كوميدي للفيميلز، انه بنمثل البنات بالكوميدي وبالساتاير خاصه بالكتاب الساخره وبالعروض المقدمه. ويرى مؤلفو الكوميديا ان الكتابه للضحك من اصعب انواع الفنون، لكن الامل يحدوهم في تغيير مستقبل الترفيه في الاردن.